السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. انا بس كنت هسأل سؤال لصديقة ليا، هي متزوجة شخص يعني تعبها جدا وطلع بيسب الدين ومش كويس يعني، وكان في حاجات ظاهرة قبل الزواج بس هي تغاضت عنها وقالت هيظبط وكده. المهم هي خلفت منه طفل حاليا عنده 4 شهور، وكانت عايزة تظبط امورها علشان تنفصل، ان هي تحاول تشوف شقة او كده يعني، بس كانت مأجلة الانفصال دلوقتي لغاية ما تظبط امورها، بس ما كانتش واخدة وسائل لمنع الحمل. فدلوقتي هي حملت تاني، الطفل البيبي عنده 4 شهور وهي حامل. هي طبعا راحت للطبيبة عشان تحاول تنزله، انا قلت لها حرام، فقلت اسأل حضرتك. يعني اختصارا، هل يجوز لامرأة ايوه، أن هي تجهض تنزل نفسها؟ الطفل، هو عنده دلوقتي شهر ويومين. أنت كلامك مختل الآن، قلت إن بلغ الجنين 4 أشهر، هي معاها بيبي عنده 4 شهور طفل، وحملت، مش داعي للتعاقم. إيه بيبي؟ طفل، معها في طفل. طفل صغير معاها دلوقتي رضيع وطلعت حامل تاني. أيوه، تمام، وهي الحمل الجديد ده عمره شهر ويوم، الدكتورة قالت لها. أيوه، يعني أنت تسألي عن الطفل، عن عفوا عن الجنين، تجهضه أو لا تجهضه؟ عن الجنين، وفي حين ان الزوج قال طيب لها اصبري ان علي انت بس يا أختي، مفتوش، اصبري مش هصرف عليك. اصبري يا أختي اصبري. نعم، حاضر. أنت الآن تسألي عن الجنين الذي عمره شهر، تمام، ولا وأفتينا أن الزوج يسب الدين، بالظبط. يصلي هذا الزوج أو لا يصلي؟ كان قبل الزواج بيصلي وبعد الزواج ما بقاش بيصلي خالص، ترك الصلاة ويسب الدين، بالظبط. فلما البقاء معه؟ أنت تسأل عن جزئية فرعية الآن، يعني الأخطر والأولى أن تسألي، الأولى أن تسألي عنه مشروعية البقاء مع هذا الشخص، مش الأولى تسألي عن دنياك، ايوه، الجنين هي مش وبقاء حاضرة دنيا. معايا. فأنصحها أن تبقي على الجنين وتفرق الزوج. طيب،